جايبالكم النهارده اكله يمكن غريبه شويه على كتير منكم، الا وهي الحلزون الجستروبودا يعني، بس ده الحلزون البحري بقى. دي اكله سواحليه، هو بيتسلق، بيتنضف كويس ويتسلق، ونبدا ان احنا ايه نحط له خلطه. في ناس بتقطعه يعني، انا سايباه زي ما هو صحيح، في ناس بتقطعه حتت صغيره. انا عامله له هنا خلطه طحينه وهريسه شطه حمراء، وعصر عليه ليمون بقى وشويه ملح. طعمه جميل جميل جدا، عشان الناس اللي بتشوف الحلزون وتقرف منه، بس هو كأكلة جميلة جدا.